اذكر رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا النهارده في احتفاليه بالشوي الشيف حسن عاملها لنا في جزاره اهلا بالستات زي ما وعدنا. اخر حلقه من اهلا بالعيد هيعمل لنا كل انواع المشاوي. بدا قبل الفاصل معانا بالريش والكباب زي ما احنا شايفين هنا. يجنن يجنن. ايه يا شيف الجمال ده؟ ايه الحركات؟ ايه جمالك انت؟ بصي شفت الابتسامه اللي في وشك دي وانت واقفه بتطبخي؟ انا مبسوطه انت بتحضري. اللي هياكل حاجه لا زي العسل. خلي بالك من غيرك الواحد ما مش حاسس. مساء الفل يا لميس ومساء الفل لكل ساده مشاهدينا يا حبيبتي. تعالي بصي يا لميس، انا عملت لك بعت لك الكباب على الشوايه عندك اهو، تمام؟ وعندي كمان ايه يا حسني يا هشام؟ عندي ايه؟ الريش جاهزه يا باشا. ما خدتش وقت ما خدتش وقت. ايه رايك؟ يا جماله. احنا مبسوطين يا جماعه، بنحتفل معاكم النهارده بالعيد اهو بدري قبل العيد. تعالي بقى. تعالى يا هشام، تعالى يا حسني. الريش جاهزة. عشان عسلية مكرملة. أنت خدت بالك الكرملة دي؟ خدت بالي. من بدري كده؟ ماشي. بص كده الكرملة دي يا لميس، ما شفتش الكرملة دي؟ أنا جاي لك أهو. أنا جاي لك يا لميس. تعالى يا شيف. جاهزة على طول على الأكل. جاهزة. جاهزة. هو ده أكل يتقوم. اللي في النص. ده اكل يتقوي. بص يا لميس. ايوه على مهلك. على مهلك. ايوه. زيت يا ربيع. الله على الريحه. الله على الريحه. بص كده التفاصيل. الله. هو يا حاجه بقى. الريش يا جماعه. بص يا ست. يا دفع يا دلع. لا مش محتاج. يا دلع. الصحه راحت. يا دلع يا دلع. ايه رايك؟ طب ما تدوق. خدي واحده بايدك كده. ادوق؟ واحده بايدك كده. ده استوى على طول. ده استوى. بصي وبصي وبصي وبصي. كراميل كمان. ده مش ولدر، ده متكرمله كده. ايوه. عايز بقى القطمه بتاعت لميس بقى. قطمه لميس. ايه اللي حصل؟ دايما الله خطيره. حد يصدق ان دي اتبلت في 10 دقائق؟ ولو عندك على الشوايه ما لحقتش نص ساعه حتى. هات ورين. انا هاتي ده بس شغلت لك الشفاط الكبير والراحه. بصي بصي يا لميس بقى، انت قلت لي بقى الاخطاء. ما تعمليش بقوه كده، واحده واحده كده. بصي كده بالشكل ده يبقى ريحة بيتك. الخروف سعيد جدا جدا مبسوط وبياكل ومبسوط مع بعض قوي. عندك بقى الريش دي، اعملي دبنج في الطحينة. جنبك اهو. بصوا يا جماعة، تعالى اما اعمل لك بقى الكفتة والطرب. دايبة بالظبط كده. دايبة بالهنا والشفر. دايبة لك يا بكر. يا برا